من ضمنهم أغنية وطنية، يا ترى مين اللي أنتج الأغاني دي وإيه هي الأغاني اللي صورها؟ 2014 أول ما طلعت، تعرف أول ما تخرج تشوف أنت إيش اللي راح تسويه، إيش الأعمال اللي تقدمها، قد ما أنت كنت موجود في البرنامج والناس حابينك وزي كذا، فالناس اللي ذول تحبهم أنت لازم تقدم لهم شيء أو أعمال عشان تستمر فيها. فعملت 6 تقريبا سناقل، واحدة منهم وطنية بس باللون الخليجي. وما أنسى أخص أول شخص دعمني بعد ما خرجت من ستار أكاديمي، الشاعر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. كان أول عمل لي اسمه بغني، كان من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ ومن ألحان ناصر الصالح. هذا أول عمل رسمي بالنسبة لي من بعد ما تخرجت من ستار أكاديمي، والحمد لله لقى فوق 1,000,000 على اليوتيوب. هذه كانت بداية انطلاقتي. شوية كذا كان يبغى نحن نتحرك بسرعة، فجيت أول يوم ريحنا شوية كذا، واليوم الثاني عملنا تك التسجيل، سجلنا الأغنية. اليوم اللي بعده رحنا قعدت مع المخرج محمد القاضي والتيم تبعهم زي كذا عشان نشوف السيناريو كيف ماشي، لأنه الكليب فيه له شوية، فيه له اختلاف كذا، فيه له فكرة جديدة، فيه له شوية دراما، يعني في شيء حلو كذا، يعني إن شاء الله بإذن الله فكرة بإذن الله إنه نتوفق فيها. اليوم اللي بعده قعدت مع الستايلست وزي كذا عشان نشوف إيش اللي نلبس أو إيش اللي ما نلبسه مع نهال. فخلصنا هذا الموضوع، والتصوير كان يوم الجمعة. خلصنا الصباح، من بدينا من 6 الصباح خلصنا الساعة 2 بالليل. الأكاديمية دايما بتخلق جو أسري ما بين الطلاب والأساتذة. يا ترى عبد الله شايف التجربة دي إزاي؟ وإزاي كمان كانت علاقته مع أصدقائه؟ ومين أكتر شخص قريب ليه؟ وكمان إيه رأيه في رئيس الأكاديمية كلوديا مارشليان؟ في أشخاص اللي كانوا مقربين مني حتى الآن في تواصل بيني وبينهم، بالعكس لأنه احنا قعدنا تقريبا حول 4 شهور او 5 شهور، فهم كانوا بمثابه عائلتك اللي كنت عايش انت معاهم، ففي معزه في تواصل يعني. والله لو جينا على القراب في كثير يعني، بس اللي متواصل معاهم حاليا حاسس انهم قراب يعني. في ماريا سركيس من لبنان، وفي جو شهيد من لبنان برضه، وفي سكينه من المغرب، وفي طاهر محمود محي، هذول كلهم من مصر طبعا. ست كلوديا هي اللي كانت إدارة الأكاديمية، تعلمت منها أشياء كثيرة. في تعلمت الشيء اللي تعلمت منها بصراحة، اللي هو أنك الهدف اللي أنت تبغاه تطمح له، أي شيء قدامك لا تفكر فيه، خليه على جنب. الشيء اللي أنت تبغاه شق طريقك له، ولا تفكر أنك تطالع ورا، بمجرد ما تطالع ورا أنت كذا حتوقف. فأخذنا منها كذا شوية إرادة وقوة، يعني شخصية جدا أحترمها. الغنى باللهجة المصرية بوابة عبور للشعب المصري والعالم العربي كله، يا ترى الخطوة دي أخبارها إيه عند عبد الله؟ بالعكس، أنا نفسي أني أنا أسوي ألبوم مصري وأسوي ألبوم حاجات غير الخليجية بالعكس. لكن الحين أول ستيب اللي عملته أغنية سينجل مصرية، وتصورت كمان كليب من كلمات الشاعر بهاء الدين، من ألحان مصطفى جاد وتوزيع تومة، وإخراج محمد القاضي. لحد دلوقتي ما فيش منتج معين اتبنى موهبة عبد الله، يا ترى ده عطله عن تنفيذ ألبوم ولا لأ؟ وإيه كمان حكاية ألماني ألبوم اللي بيحلم يقدمه؟ موضوع الألبوم شيء أنا بصراحة أطمح له، وشيء حلو إن الواحد يكون الفنان يكون عنده مثلا إصدار أول أو إصدار ثاني، يعني في تتابع في الأعمال. أنت عارف يعني، خلينا شوية صريحين كده، موضوع الألبوم مكلف، إنك أنت مثلا تسوي أغنية أو 3 أو 4. موضوع الأغنية لحاله لوحده كده، الناس يعني ممكن ما تعرف، اللي يسمعوك أو شيء زي كده يحسوا موضوع الأغنية هذا سهل، غني ولحن وجيب وانتهى الموضوع. هو موضوع مكلف جدا، لكن موضوع الألبوم في بالي بالعكس، أو إني ممكن أسوي ميني ألبوم. عبد الله قال لنا إيه جديده وإيه سر وجوده في مصر، ومين هم الفنانين المصريين اللي تعاون معاهم مؤخرا، وكمان إيه حكاية العمل الخليجي اللي ناوي عليه. والله شوف، من الأشياء اللي إحنا كمان مع الموزع توما قلنا إن شاء الله بإذن الله إنه إحنا هنعمل حاجة كمان غير العمل هذا، ما حيكون هو العمل أنا أول مرة أتعامل معه. بالعكس أنا تشرفت وسعدت بالتعامل مع الموزع توما. في فكرة إنه إحنا كمان حنعمل حاجة كمان مقسوم كذا، في شيء سلطنة كذا غير الأغنية اللي إحنا عملناها. في أغنية خليجية أنا كنت مصرح عنها، هي من كلماتي والحاني، والناس ممكن سمعتها كمان. أنا كتبتها أيام الأكاديمية ولحنتها،
وكنت واعد الجمهور انه هي ممكن حتتصور في تركيا. انا راح احط اوبشن قدامي كمان عشان لا اوعد بشيء ممكن ما يصير، ممكن حتتصور في بيروت. رغم ان عبد الله تخرج من برنامج ستار اكاديمي الا انه شارك كمان في برنامج تاني وهو عرب ايدل، يا ترى رايه ايه في التجربه ككل؟ انا قبل ستار اكاديمي انا كنت مشترك في عرب ايدل في نفس موسم محمد عساف وموسم فارس مدني والشباب. انا وصلت للكاستنج الرابع اللي هو قبل اللايف وما حالفني الحظ، بقينا احنا ثلاثه من السعوديه، انقبلوا شخصين وانا ما انقبلت. هذا قبل ستار اكاديمي. بعدها رجعت الحياة الطبيعية وعادي والعملي وزي كذا، واتصلوا علي ستار اكاديمي، كلمني اسامة ناجي الفنان العراقي اللي كان مشترك في عرب ايدل، اسمراني اسامة ناجي هو اللي كلمته من الادارة حقين ستار اكاديمي، كانوا موجودين في عرب ايدل وكانوا فاكريني هم، فهو اللي كلمني قال لي هم يبغون رقمك عشان انت تشترك في ستار اكاديمي. وهذا الشيء ما كان في بالي، عرفت؟ لكن سبحان الله الشيء اللي ممكن انت تبغاه ما يجيك، والشيء اللي انت ممكن ما تفكر فيه يجيك. الطبيعي او البديهي او اللي احنا متعودين عليه ان البلد اللي بينتمي ليه المطرب هي اللي بتدعمه. عبد الله بقى حكى لنا عن تجربته مع الشعب السعودي وهل دعمه ولا لا. ابدا انا ماني مظلوم في السعوديه، بالعكس اول ما طلعت من ستار اكاديمي الصحافه السعوديه ما قصرت معي ابدا، كلهم كانوا واقفين معي. من يعني لو اذكر لك ممكن حنسى بعض الناس، لكن كثير من الصحافة وقفوا معي. الحمد لله ممكن مع السوشيال ميديا والتغير هذا كمان صار موضوع انه انت تنظلم في السعودية او في الخليج بشكل عام كذا، لا الموضوع هذا بالعكس ما هو موجود. انا الحمد لله في ناس كثير يحبوني في لبنان، في ناس كثير يحبوني في مصر، في دول الخليج، في السعودية كمان، يعني بلدي بالعكس ما حسيت اني انا مظلوم ابدا. سيل من الانتقادات والاتهامات وصلت للفنانة الشابة دنيا مسعود.